أريد منكما أن تجهزا مسرحاً كبيراً للاستعراض المدهش الرائع. كبير كيف؟ كبير! أنا نجمة كبيرة جداً وأحتاج مسرحاً كبيراً. إلى الفضاء يا ريشات! والآن ما رأيكم؟ نعم، أحسنتم جميعاً. فعلاً بداية جيدة. فاشلة جداً. لست مضطرة لسماع هذا. قد تصبح ممتازة إن عملتم معاً. هذه تكفي، سيكون لدينا مسرح في القريب. إنها بدائية قليلاً. مسامير وبعض الصمغ وتصبح جيدة. بلبلة تريد المسرح متميزاً. كرز علينا أن نجد أفضل خشب ونصنعه بأفضل طريقة. أي ببطء شديد. والآن كل ما علينا فعله تجهيز الكشك. كشك؟ أي كشك؟ الفشار والحلوى. لا استعراض بدون الفشار والحلوى. طبعاً صحيح يا لين، لنذهب ونحضرها. أنتما مستعدان؟ 3، 2، 1، انطلاق! بعد إذنكما، أنا في الوسط بينكما ومصرة على ذلك. حسناً، ما رأيك أنت؟ لم أقول شيئاً، في المرة الماضية غضبتي. عرفت رأيك. آه يا رمبا، هل تساعدني في تدريب الريشات؟ أنت تريدين مساعدتي؟ حسناً، ستجري الأمور على طريقتي. نحب الحلوى، ننط. آسف يا حبات البلوط، إنه استعراض طيران للعصافير وأنتن لستن عصافير. أنتن حسناً يا ريشات، القاعدة الأولى. هل يمكن أن القاعدة الأولى حسن الاستماع، الوقت قصير قبل الاستعراض. والقاعدة الثانية، عليكم أن تقوموا بالحركة نفسها ولكن في الوقت نفسه. الوقت نفسه؟ لكن أنا بلبلة، النجمة. هكذا، هيا بنا يا ريشات. أحتاج فقط إلى كمية كبيرة من الصمغ وينتهي العمل. وأخيراً. دم 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 دم. لا يا كرز، لم ينتهي بعد. وهاي. أهلاً بلبلة، طاولتك صارت جاهزة. أظن أنك تعني مسرحي. الأنظار ستكون علي. بلبلة. أعني علينا نحن الريشات. بسرعة، وقت الاستعراض. كم أنا متشوقة. حظا سعيدا. هيا يا ريشات. هيا يا ريشات. لن تحاولي إبطائي هذه المرة. ماذا؟ أنا لم أفعل هذا من قبل. لن تستطيعي اللحاق بي. على الأقل أنا لا أهز ريشتيني لألفت انتباه الجميع. هذا يكفي، سأنسحب. سأنسحب أولا. بست، دورك. لا يا رمبا، أنا أنسحب. الاستعراض قد ألغي. الريشات قد انتهت. لماذا؟ ماذا حدث؟ لن ينجح الأمر يا روزي، كل منهم يريد أن يكون نجماً. لكن أنا النجمة.
سنكون كلنا نجوما، ولكن لبعض الوقت. لكل منكم دوره. هل يمكنكم ذلك؟ نحن نرحب بالجميع في استعراضنا البديع، إلى فوق إلى تحت في كل الأنحاء. نحن الأشهر في الفضاء، نحن الرشات الطائرة، نطير ونحوم إلى الغيوم، أسرع من أسرع طائرة، نحن الرشات الطائرة. كان يلزم صمغ أكثر. ثلاثة! لقد عملنا معا. هيا إذن. والآن حان وقت الذهاب، انتهى العرض يا أصحاب، قضيتم أوقاتا رائعة معنا نحن الرشاد الطائرة. رفرف. وماذا بعد ذلك؟ نطير ونحوم إلى الغيوم، أسرع من أسرع طائرة. أنا نجم، أليس كذلك؟ أتريد الحقيقة يا رومبا؟ أتريدين شطيرة موز وعسل يا روزي؟ أنت نجم يا رومبا. وأنت أيضا يا روزي أحيانا. لكل واحد دوره. اللوز. يا له من يوم جميل يا رومبا، أليس كذلك؟ أوه نعم، آسف، الكتاب عن محقق كبير يقوم بحل الألغاز. وكيف يحل الألغاز؟ ينظر إلى الأدلة بالعدسة المكبرة، ثم يسأل الجميع عما كانوا يفعلونه وقت وقوع الحدث الغامض، ويدون كل شيء في مفكرته. أمر مثير، تعال فلنذهب لرؤية فكري. أوه، ما هذا؟ كان هذا كومة من التراب؟ هذا غريب. انظر، هناك مزيد من الأكوام، أنا واثقة أنها لم تكن موجودة بالأمس. ترى من أين أتت يا رومبا؟ وعشرون. ها أنت يا بذور الصغيرة، ستنمين لتصبح خضروات جميلة. الآن أسترح. ظننت أنني زرعتها كلها. حسناً. أخيراً قد انتهيت، الآن أستطيع. ماذا؟ ماذا يجري هنا؟ والآن كرز يصوب الكرة ليسجل هدف الفوز. هل سيدخلها إلى الحفرة؟ ها، تتجه إلى الحفرة ويشتعل الجمهور حماساً. ماذا؟ مرحبا، أنا الفائزة. من أين أتت هذه الكومة؟ ما الذي اكتشفته هنا يا سيادة المحقق العظيم رومبا؟ كومة التراب هذه كانت أول من ظهرت، لذا سوف أرسمها على الخريطة هنا. صنعت قائمة بها كل شخص قد يكون الفاعل. الآن سأعرف ماذا كان يفعل كل منهم حين ظهرت أكوام التراب. أتعتقد أن أحدنا هو من ترك أكوام التراب في كل مكان؟ أين كنت حين ظهرت الأكوام؟ بصحبتك طوال الليل وطوال النهار. أجل، يبدو هذا مقنعاً، سأشطبك من قائمتي. والآن أحتاج إلى مواصلة هذا التحقيق. أمر مثير، أليس من المنطقي
أن نعتقد أن الجاروف يستخدم لصنع أكوام التراب؟ بالطبع. إذن ربما تكون أنت من صنع أكوام التراب. ربما، لكني لم أفعل. هل أنت واثق؟ نعم، لقد حفرت كثيراً لأزرع بذوري ولم أحفر أكثر من هذا. حسناً، في هذه الحالة سأشطبك من قائمتي. الآن فلأواصل التحقيق في هذا اللغز. لا، في كتاب المحقق الكبير دائماً ما يكون واحد من القائمة هو الفاعل في نهاية الأمر، وعلى هذا وضعت قائمتي. وأين كنت حين بدأت هذه الأكوام في الظهور؟ كنت ألعب الجولف مع لين. وأين كنت أنت حين ظهرت الأكوام؟ كنت ألعب الجولف مع كرز. أجل، كلامكما يبدو مقنعاً، سأشطبكما من القائمة. إلى أين الآن يا سيادة المحقق العبقري؟ ماذا تعتقد؟ أعتقد بلبلة، إنه أنت من يترك أكوام التراب هذه في كل مكان، عند بيت اللعب، في حديقة بينون، في بيت كرز ولين، إنه تراب تكنسينه من عشك. معذرة يا رامبا، هل حقا تعني أن عشي بهذه القذارة؟ ما؟ إذن كيف تفسرين وجود تلك الحصوة؟ ربما سقطت بينما أنظف عشي. ما؟ كما أنني لم أبني أي عش بالأماكن التي بها كومات التراب. حسناً، سوف أشطبك من قائمتي إذن. لقد جمعتكم كلكم هنا لأخبركم بنتائج تحقيقي في اللغز. هل عرفت من كان يصنع أكوام التراب هذه؟ عرفته بالفعل، فقد قمت بشطبكم جميعاً من قائمتي: روزي، بينون، كرز، لين، بلبلة. ثم تذكرت ما قالته أرزة: حين تكتشف من لم يقم بصنعها تكون قد اقتربت من معرفة من قام بعملها. الفضائيون بل خدعة. لا، الشخص الذي يترك أكوام التراب في كل مكان، هذا الشخص لم يكن سوى فكري. هل أنت واثق؟ ففكري في واقع الأمر حسناً، إنه شجرة. حسناً، أعرف أن هذا عذر جيد، لكنه لا يخدعني. فكري كان يدفع التراب إلى الأعلى بجذوره. آسف يا رومبا، جذوري لا تتحرك لهذه الدرجة، كما أن طولها لا يكفي لتصل إلى بعض الأماكن التي ظهرت فيها أكوام التراب. استسلمت، أنا لست أرنباً محققاً رائعاً، لن أحل هذا اللغز أبداً. لم يتبقى أحد في القائمة، من الفاعل إذن؟ لماذا تضحكون؟ ماذا يحدث؟ شيء عجيب، أنا رومبا الأرنب المحقق الرائع سوف أحل هذا اللغز الآن وإلى الأبد. مرحبا، هل يوجد أحد هنا؟ ها أنت هنا، معذرة فبصري ضعيف للغاية. خلد ماء. هذا صحيح، مولي هو اسمي والحفر لعبتي. أحب أن أحفر أنفاقا تحت الأرض ولا أحتاج لنظر قوي. هل أنت من صنع كل أكوام التراب هذه؟ أجل، أنا في غاية الأسف، أنا تائهة، كنت أحاول أن أجد الطريق إلى المنزل، أنا لا أستطيع إلا رؤية ما هو أمامي مباشرة. ربما الأرنب المحقق الرائع رومبا يمكنه حل لغزي كيف تجدين طريق العودة. أيمكنك هذا؟ آخر شيء أتذكر رؤيته كان شيئاً لامعاً وقع بجانبي. نعم، هذه هي، وقبل هذا كل ما رأيته كان عموداً مثبتاً ترفرف في أعلاه راية حمراء. اتبعيني يا مولي. أهذا ما رأيتيه؟ أجل، هذا هو، وقبل هذا كان كل ما رأيته جداراً معدنياً ضخماً عالقاً بالأرض. هل هذا هو؟ أجل، لكن قبل هذا كل ما رأيته كان كثيراً من الجذور المتشابكة الصغيرة. هل هذه هي؟ زهور؟ أجل، لابد أنها كانت جذورها. هذا يعني أن بيتي يجب أن يكون هناك. ربما يمكن للأرنب المحقق العظيم أن يسبقنا إليه. أظن أنه هنا في مكان ما.
ما أحلى العودة إلى البيت. أوه، أنت بالفعل أعظم محقق في العالم. أعتقد أنه عليك أن تأخذي هاتين كي لا تضلي الطريق مجدداً. حسناً، هذا رائع. هكذا إذن يبدو العالم في الحقيقة. أشكرك بشدة.